What a beauty. Hey, hey, hey. Slowly. Save me. Hey, come on. It's okay. Save me, Mohanlak! Save me! Save me! Mohanlak, save me! Ajlun kabir. Look at all. Mohanlak! يا ولد الكلب. I'm gonna shoot you. ارجع عادي. والله ما عرفت. رب يوسف انا كبرت على التلطيش ده. يوسف ماشي اجوزك ظابط يعني اجوزك ظابط على الاقل عشان يعرف يربيكي. وما بنتك الله يرحمها بس قلبك ابيض زيها تقع بس القلوب ما بتتغيرش. ابي يوسف دي كده زوبة. اخدم يا اخويا وافرحك. هو يوسف بيجي ايه؟ يا بقول لك ايه؟ انا حالي واقف مش عارفه اشتغل. قلت لك يا زوبة 100 مرة انا مغلول. بتهدديني يا بت؟ يقطعني يا اخويا. وبعدين هو انا يعني بمر على فكرة ما احنا هنفرحهم ايه؟ الولع عصفورة ظبطوه وهو بينط على بواسير. اوه يوسف بيه انا ما عملتش حاجة. غير عصفورة. حبيبتي كانت زعلانة مني وكنت جايب لها ورد. ورد؟ هو بذر وهي تزرعه. انت ما زرعتش قبل كده ولا ايه؟ هو اللي يرحله؟ رحل الدهية اللي فوق. تمام يا فندم. الفك عايز تنط من الجسر وتموت نفسها. انت مين وبتعملي ايه هنا؟ يقتلني وهيموت بعدها. هات البلطو وغطيها. From the British camp in Alexandria. بس البنت شكلها بنت ناس كانوا واخدين والمركب المركب اللي اتحرقت دي هتفضحنا. بس حتى لو روحنا سلمنا نفسنا في الناس هيسلمونا. Body back home. So we have to bury you here. Why we are here? We will go to the senseless war. Tell about the king. Enough. والعيلين اللي معاه هنا
اختبرك فهمي. انا خلصت كلامي مفهوم. But you know my uncle General Frank Adam. And I am General Yusuf al-Masri. الو يا جوني. بقول لك يا اخويا سوري علينا شويه وانا هجيلك بنفسي. Steven's dead and I'm dropping like flies and you don't even lift a finger and I'm next born to do I'll kill every one of them if you give me the chance. انت عايز اسلمك العيلين ومارك وتديهم للجنرال ادم مش كده؟ اسمها زوبه جايه عشان تخطب رخصه بتاعتها وانا مش راضي. مع انه حقها. مش برخصه. ابوك لو مكاني كان قال لك نفس الكلام. ما تعنيتش حاجه. يبقى يجي اخدهم من هنا. يعني انت عايزني ابلغهم بان البكباشي يوم جيتك ممكن تبلغ الجنرال ادم. يوسف المصري بيقول لك ايه؟ مسيس. You out of your mind? It's an order from the British government. Don't move. Okay. Leave him. Don't move. الضابط ده يتحبس مع مارك بتهمة التعدي على ضابط مصر. انت كده يا ابني بتزود التيم بلة. Never. And yes to the other one. Don't take my bullet in their faces. And we'll show them. Who's the dominant Egyptian? The power of the Great Britannia! بوصلها لحد باب البيت وباكل في الطريق. يلا اطلع. اسكندرية ومندوب الحماية للحكومة البريطانية وشاك واليا والمجرمين إبراهيم سويلم وعدم تعريض المرحار وعقوباتها. لو حد قرب من الباب اضربوه بالنار. ريحي يا اختي ريحي. العيا ما فيهوش لا مؤاخذة. حاجة كبيرة قوي. كل اللي بيحصل ده بسبب انت اخينا. شوف حاجه تانية. ما ترد عليا ولا انت ما خدتش بالك اتحرك لك تاني. يعني وادلعك. انا جعان يا جوني جعان. يا ابراهيم انتوا سعدوا ابراهيم صح؟ ايوه انا سعدوا هو ابراهيم ودول جاك وماركو. بقول لك يا اخويا احنا لا بنتكلموا في السياسه ولا بنفهموا فيها. انا والراجل ده ليه احيه ده بيقول لك الموت بس يا سعد اهو اسمي الكريم. كان جالي ما كانش حصل كل ده. رميتي جواها زباله مش هتتوسخ. ما تقوليش على نفسك كده. وانا كمان عشان شرفي. انا بقى اتعودت ما اخرجش اللي جوايا.
مش هيدفع. ولو دفع كده زعلان، والله بزعلان. من كلية البوليس، والده والدته متوفيين وما عندوش غير اختين بنات. We'll never give up so easily. الانجليز حاطين كربوس في كل مكان. الناس سمع عندهم حق. حتى الحرامية اللي فوق دول ما لهمش ذنب. عزيز هو اللي ينزل يفتح سلم البدرون ويخرج معاهم. انا مش هخرج. صلاح عزيز تعال اقرا بسرعه. حاضر يا فندم. في النار ورا صلاح عزيز. يلا حضرة اليوزباش بعرف احط ايدي ورا راسي اهو. حصل احنا مش بنهربكم، بس اللي هيفكر يطلع من الصف اليوزباش لما الشمس تغيب خدهم على بره. انا عارف انت خايف عليها. وانت يا باب البرك. لا انا ما عنديش حد بره يخاف عليا، بس البيت الغلبانه دي محتاجاني. خليني جنبها، انا هخاف عليها لك حق تقول عليها اكتر من كده. بس انا خش راضي جنبها وخلي بالك منها. يلا اتحركوا يا رسول عزيز. المفروض ان انتوا هنا عشان يمشي وما يخافش. مفيش حد هيتعاقب. اللي عايز يمشي يقول. سعيد ابوك تعبان ومحتاج لك، روح وخليك جنبه. معاك يا فندم. لازم تعرفوا ان الموت قريب. معاك يا فندم. ولا يدخل هنا يموت. معاك يا فندم. عزيز لو سألوا and Sam are not with them, sir. Just let me... Billy, get the hill. عصفورة بني آدم. آدم. بتقول انك القنصل العسكري باسم الحكومه البريطانيه بتهمه القتل واغتصاب عذراء، وانا مش عايز قصر وانت لسه عيل صغير. وبقول لك اللي سايب اهله في البيت حدا بس. زي ما بقول لك كده يا سعاده البيت الصراحه يعني اعملوا فيه بسرعة يوصل السعمال. يعني مش هيعرفوا يمشي فيه بسرعة. أنا من سطوح لسطوح أوصل أسرع. أنت آخر مرة نطيت من على المواسير إمتى؟ ما بينه روح. عصفورة. لما أشتمها مش تزعل؟ يا غبي افهم. لما تقول لها كده تعرف أنت جامد. حاول ما تموتش. هحاول على قد ما أقدر.
صالح. أنا عارف أنت خلاص نويتي التوبة. بس معلش. بس تعمل حاجة في الظروف اللي احنا فيها دي؟ ده الدنيا كلها. بيتر. Don't do it yourself. عصفورة اديهم دفاع. They are underestimating us. بس قلبها ابيض برضو زي امها. هم دلوقتي عند ناس اخر. الحمد لله. اخويا هتفضل شايل هم اللي جوه واللي بره كمان. الله يكون في عونك. بقول لك يا دولة الباشا، لو واحده زيك كانت شغاله في عمدي ممكن يخرب بيت شيطانك يا زوبه. ده انا ما رضيتش اختم لك الرخصه. امال اسمك ايه؟ اسمي بامبا. هي فرقت يعني يا زوبه؟ اه فرقت. عارف انه كان زي اخويا الصغير. اولا هو مش زي اخوك، هو خسيس ولا عارف غير حاجه واحده بس، ان احنا في حرب. بقول لك ايه، هو مين دي؟
الكتيبة بتاعته أصدرت أمر الضرب الألماني. قال لك دي إنجليزي هرب في حي الصيادين وعمل عصابة اتجتف من زمان، ونقدر نقول إنه يعني هو اللي رباه. بتاعك اللي جوه قتل عساكر الإنجليز المدني بالنسبة للضابط يوسف أمين المصري. حضرتك عاوز عساكر مصريين؟ الله، وطالما انتوا بسم الله مش ضباط إنجليز دمهم غالي كنت عملتها يعني هم؟ يا فندم أنا أقصد وشغلتك تخلي غير محبوب. استاذنا فندم، هنا القاهرة جاءنا هذا الخبر العاجل. وعلى قرارات الحاكم الإنجليزي بمصر، مجموعة من الهاربين والخارجين عن القانون قد خدع من حوله من جنود مساكين لتنططئ في قتل المدنيين والعسكريين واستخدامية إعلان عصيان الضابط يوسف أمين الوطن، الإعدام رميا بالرصاص. جميع المدنيين والعسكريين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنى اني هموت؟ انت خايف؟ تفتكر اني بخاف؟ عباس حسب الشحن والنقل، قال انت ما نطقتش كلمة خواجة من ساعة فروتس، لقيتك انت لمؤاخذة النقلة. حكيمان توكوز مين صلوا بعضيك؟ If you touch me again I'll take your fucking face about you. سوستو رونج يعني برا مش ناقصهم غير شرشل. ايوه يوسف سوري، عشان يضرب الاسم عندك المكلف بالضرب بكباشي اسم، بس هو حب القوي ربنا خد امر بضرب الاسم. عايز العساكر المصري يرفع ادم، بيلعب علينا لعبه كبيره، مش عايز حد فينا. ده ما ينفعش. يعني ما ينفعش؟ انا عصفوره، العصافير بتطير. بعدين لو خايف خليك اروح لوحدي. عصفوره ما بيخافش. ايه لا انت الاول. The first circle will be the Egyptian forces surrounded by our forces. It's orders already. But he said that he wants to be here at dawn. We return to our camp. All of us. اسمعوني كويس. انا رايح مشوار يمكن ينقذ. ده لو رجعت ان شاء الله. الحبل ده يستحملنا؟ I give an order to the officer in charge in Bab Shark Station. وده بتحمس يا ابني، اسمع بقى عشان تفهم عايز منك ايه. ايه؟ انا هطلع فوق لو حاسس عزيز عيني. خلاص يا عزيز عيني يا قصه. ايوه اكيد كل واحد فينا عمل حاجه وسخه في حياته عشان يحصل فينا اللي بيحصل. تسمك ايه؟ صراحه الدهيني قال لي احلف على المصحف انك هتتجوز بنت عمك سعد. اوحشني الايام اللي احنا فيها دي. تفتكر؟ ما اظنش. قلبك طيب. قولوا يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. يا رب.
مطلوب مني دلوقتي. قبل اي حاجه لازم اعرف منك، انت مصدقني ولا يعني عايز نعمل ايه يا حمزه؟ الحكايه مش بالسهوله دي يا يوسف. انا مالا هيرموني بره خالص وهيجيبوا حد من رجالتهم. انت عايزنا خلف الاوامر وانا لابس البدله العسكري؟ هم اللي اختاروا. انت اللي عملت فيهم كده. وانت لو مكاني كنت هتعمل كده؟ بابا خش. عشان خاطري انت ممكن ابوسك انا؟ كبرت ليلى ما شاء الله، هتبدا حرام يأذيها. انتشار ورجالتي ورجالتك مش هيضربوا بعض في المليان. يوسف يا ده اخر كلام عندك يا حمزه؟ انا نسيت الاغنيه السطوح. يلا 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 يلا, يلا. اطلع انت قدامي. لما شاف الدم اتخض وقف في مكانه. الواد حمزه ولا بعنا؟ هيعملوا في الواد عصفوره ايه؟ Bring this pig and follow me. Charge for intentional murder. I'm not going to be a good person. I'm not going to be a good person. I'm not going to be a good person. I'm not going to مهما تعمل مش هتوقفني، تفهم ولا لا؟ Intentional murder. You found him. فموت هيوجعكم أكثر بكتير.
البت البت دي غلبانة مالها الذنب خالص. You are a sweet sweetheart. I don't kill women. Get out of the way. Let's fight. Pretty fucking sneaky for an Egyptian, aren't you? Come on, man! Let's fucking go! Nothing! Just a fucking dog! Hey. No! I'm gonna finish you now! Come on! سلام يا خواجة. العسكرية في وقت الحرب وتعريف ينفذ الحكم بالإعدام. رفعت الجلسة. مذنب ولا مش من العسكرية؟ انت اتمردت على ناس ما لهمش ان هم يدوك أوامر. قيد باسم تاني خالص، كمال الرفاعي. يا فندم بس ايه؟ وشوارع تتكتب باسمك؟ لا يا فندم. ما انا عارف كل مشكلتنا. مشكلتكم يا فندم. خلاص. مش بعد ما نحرقها. مع السلامة.
her beauty. Hey, hey, hey. Slowly. Save me. Hey, come. It's okay. Save me, بقولك سيبني سيبني. بقولك سيبني. مجد كبير. بارك الله فيك. ولا يا ولد الكلب. I'm gonna shoot you. ارجع عادي. والله ما عرفت ربي. يوسف انا كبرت على التلطيش ده. يوسف ماشي جوزك ظابط يعني جوزك ظابط على الاقل عشان يعرف ربيك. قومي يا بنتك الله يرحمه. بس قلبك ابيض زيها تقع بس القلوب ما بتتغيرش. ابي يوسف دي كده يا زوبه. اخدم يا اخويا وافرحك. هو يوسف بيجي ايه؟ ابويا بقول لك ايه؟ انا حالي واقف مش عارفه اشتغل. قلت لك يا زوبه 100 مره انا مغلوب. بتهدديني يا بت؟ يقطعني يا اخويا. وبعدين هو انا يعني بمر على فكره ما احنا هنفرحه مين؟ الولع عصفوره ظبطوه وهو بينط على بواسير. يوسف بيه انا ما عملتش حاجه. جري عصفوره. حبيبتي كانت زعلانه مني وكنت جايب لها ورد. ورد؟ هو بذر وهي تزرعه. انت ما زرعتش قبل كده ولا ايه؟ هو اللي يرحله؟ راح للدهية اللي فوق. تمام يا فندم. لا الفك عايز تنط من الجسر وتموت نفسها. انت مين وبتعملي ايه هنا؟ يقتلني وهيموت بعدها. هات البلطو وغطيها. From the British camp in Alexandria. بس البنت شكلها بنت ناس. كانوا واخدين والمركب المركب اللي اتحرقت دي هتفضحنا. بس حتى لو رحنا سلمنا نفسنا في الناس هيسلمونا. علي Body back home. So we have to bury you here. Why we are here? We will go to the senseless war. Tell about the king. Enough. والعيلين اللي معايا هنا
اعتبرك فهمت. انا خلصت كلامي مفهوم؟ But you know my uncle, General Frank Adam. And I am General Yusuf al-Masri. الو يا جوني. بقول لك يا اخويا سوري علينا شويه وانا هجيلك بنفسي. ستيفن's dead and a drop in life lies and you don't even lift a finger and I'm not born to do I'll kill every one of them if you give me the chance. انت عايز اسلمك العيلين ومارك تديهم للجنرال ادم مش كده؟ اسمع زوبه جاي عشان تاخد برخصه بتاعتها وانا مش راضي. مع انه حقها. مش برخصه. ابوك لو مكاني كان قال لك نفس الكلام. ما تعنيتش حاجه. يبقى يجي ياخدهم من هنا. يعني انت عايزني ابلغهم بان البكباشي يوم جيتك ممكن تبلغ الجنرال ادم. يوسف المصري بيقول لك ايه؟ يوسف. You out of your mind? It's an order from the British government. Don't move. Okay. Leave him. Don't move. الضابط ده يتحبس مع مارك بتهمة التعدي على ضابط مصري. انت كده يا ابني بتزود الطين بلة. Never. And yes to the other one. Don't take my bullet in the faces. And we'll show them. Who's the dominant Egyptian? The power of the Great Britannia! بوصلها لحد باب البيت وباكل في الطريق. يلا اطلع. لا حرب اسكندرية ومندوب الحماية للحكومة البريطانية وشاك ويليام والمكرمين إبراهيم سويلم وعدم تعريض المرحار وعقوباتها. لو حد قرب من الباب اضربوه بالنار. ريحي يا اختي ريحي. العيا ما فيهوش لا مؤاخذة. حاجة كبيرة قوي. كل اللي بيحصل ده بسبب انت اخينا. شوف حاجه تانيه ما ترد عليا. ولا انت ما خدتش بالك اتحرك لك تاني؟ يعني وادلعك. انا جعان يا جوني جعان. يا ابراهيم انتوا سعد وابراهيم صح؟ ايوه انا سعد وهو ابراهيم ودول جاك وماركو. بقول لك يا اخويا احنا لا بنتكلموا في السياسه ولا بنفهموا فيها. انا والراجل ده ليه؟ احيه ده بيقول لك هموت بس يا سعد اهو اسمي الكريم. كان جالي ما كانش حصل كل ده. رميتي جواها زبالة مش هتتوسخ. ما تقوليش على نفسك كده. وأنا كمان عشان شرفي. أنا بقى اتعودت ما أخرجش اللي جوايا.
مش هيدفع. ولو دفع كده زعلان، والله بزعلان. من كلية البوليس، والده والدته متوفيين وما عندوش غير اختين بنات. We'll never give up so easily. الانجليز محطين كربوس في كل مكان. الناس ما سمع عندهم حق. حتى الحرامية اللي فوق دول ما لهمش ذنب. عزيز هو اللي ينزل يفتح سلم البدرون ويخرج معاهم. انا مش هخرج. صلاح عزيز تعال ورا بسرعه. حاضر يا فندم. في النار ورا صلاح عزيز. يلا يا حضرة اليوزباش، اعرف احط ايدي ورا راسي اهو. حصل، احنا مش بنهربكم، بس اللي هيفكر يطلع من الصف اليوزباش لما الشمس تغيب خدهم على بره. انا عارف انت خايف عليها. وانت يا باب البرك. انا ما عنديش حد بره يخاف عليا، بس البيت الغلبانه دي محتاجاني. خليني جنبها، انا هخاف عليها. لك حق تقول عليا اكتر من كده، بس انا خش راضي جنبها وخلي بالك منها. يلا اتحركوا يا رسول عزيز. المفروض ان انتوا هنا عشان يمشي وما يخافش. مفيش حد هيتعاقب. اللي عايز يمشي يقول. سعيد ابوك تعبان ومحتاج لك، روح وخليك جنبه. معاك يا فندم. لازم تعرفوا ان الموت قريب. معاك يا فندم. ولا يدخل هنا يموت. معاك يا فندم. عزيز لو سألوه Mark and Sam are not with them, sir. تسلم يا ايه اللي جاب ده هنا؟ عصفورة بني آدم. British government. Adam. بتقول انك القنصل العسكري باسم الحكومه البريطانيه بتهمه القتل واغتصاب عذراء، وانا مش عايز. وانت لسه عيل صغير، وبقول لك اللي سايب اهله في البيت حدا بس. زي ما بقول لك كده يا سعاده البيت، الصراحه يعني اعملوا فيك بسرعة بسلسة عمال. يعني مش عارفه يمشي فيه بسرعة. أنا من سطوح لسطوح أوصل أسرع. أنت آخر مرة نطيت من على المقاصير إمتى؟ ما بينهم. عصفورة. لما أشتمها مش تزعل؟ يا غابفة. لما تقول لها كده تعرف أنت جامد. حاول ما تموتش. هحاول على قد ما أقدر.
صالح. أنا عارف أنت خلاص نويتي التوبة. بس معلش. بس تعمل حاجة في الظروف اللي إحنا فيها دي؟ ده الدنيا كلها. بيتر. Don't do it yourself. مسورة اديهم دفاع. They are underestimating us. بس قلبها ابيض برضه زي امها. هما دلوقتي عند ناس اخ. الحمد لله. اخويا هتفضل شايل هم اللي جوه واللي بره كمان، الله يكون في عونك. بقول لك ايه يا دولة الباشا؟ إيه لو واحدة زيك كانت شغالة في عمدي ممكن يخرب بيت شيطاني كذوبه. ده انا ما رضيتش اختم لك الرخصه. امال اسمك ايه؟ اسمي بمبا. هي فرقت يعني يا زوبه؟ اه فرقت. عارف نوكر زي اخويا الصغير. اولا هو مش زي اخوك، هو خصيص ولا عارف غير حاجه واحده بس، ان احنا في حرب. بقول لك ايه، هو مين دي؟
الكتيبة بتاعته أصدرت أمر الضرب الألماني. قال لك دي إنجليزي هرب في حي الصيادين وعمل عصابة اتجتف من زمان، ونقدر نقول إنه يعني هو اللي ربها. بتاعك اللي جوه قتل عساكر الإنجليز المدني بالنسبة للضابط يوسف أمين المصري. حضرتك عاوز عساكر المصريين؟ الله، وطالما انتوا بسم الله مش ضباط إنجليز دمهم غالي كنت عملتها يعني هم؟ يا فندم أنا أقصد وشغلتك تخلي غير محبوب. استأذنك فندم. هنا القاهرة جاءنا هذا الخبر العاجل، وعلى قرارات الحاكم الإنجليزي بمصر مجموعة من الهاربين والخارجين عن القانون قد خدع من حوله من جنود مساكين لتنططئ في قتل المدنيين والعسكريين واستخدام إعلان عصيان الضابط يوسف أمين الوطن الإعدام رميا بالرصاص. جميع المدنيين والعسكريين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنى اني هموت؟ انت خايف؟ تفتكر اني بخاف؟ عباس حسب الشحن والنقل. قال انت ما نطقتش كلمة خواجة من ساعة فروتس. لقيتك انت لمؤاخذة النقلة. حكيمان توكوز مين سلوا بعضيك؟ If you touch me again, I'll take your fucking face about you. سوست رونج يعني. برا. مش ناقصهم غير شرشل. أيوة يوسف. سوري. عشان يضرب الاسم عندك. المكلف بالضرب بكباشي اسم. بس هو حب القوي. خبري خد أمر بضرب الاسم. عايز العساكر المصري يرفع. ادم بيلعب علينا لعبه كبيره. مش عايز حد فينا ده ما ينفعش. يعني ما ينفعش؟ انا عصفوره، العصفور بتطير. بعدين لو خايف خليك اروح لوحدي. عصفوره ما بيخافش. ايه لا انت الاول. The first circle will be the Egyptian forces surrounded by our forces. It's orders already. But he said that he wants to be here at dawn. We return to our camp. All of us. اسمعوني كويس. أنا رايح مشوار يمكن ينقذ. ده لو رجعت إن شاء الله. الحبل ده يستحملنا؟ I give an order to the officer in charge in Bab Shark Station. وده بتحمس. يا ابني اسمع بقى عشان تفهم عايز منك ايه. ايه؟ انا هطلع فوق. لو حاسس عزيز عيني. خلاص يا عزيز عيني يا قصة. ايوه اكيد كل واحد فينا عمل حاجه وسخه في حياته عشان يحصل فينا اللي بيحصل. تسمك ايه؟ الصراحة الدهيني. قال لي احلف على المصحف انك هتتجوز بنت عمك سعد. اوحشني الايام اللي احنا فيها دي. تفتكر؟ ما اظنش. قلبك طيب. قولوا يا رب. يا رب. يا رب. يا رب. يا رب. يا رب. يا رب.
المطلوب مني دلوقتي؟ قبل اي حاجه لازم اعرف منك، انت مصدقني ولا يعني عايز نعمل ايه يا حمزه؟ الحكايه مش بالسهوله دي يا يوسف. انا عمال هيرموني بره خالص وهيجيبوا حد من رجالتهم. انت عايزنا خلف الاوامر وانا لابس البدله العسكري؟ هم اللي اختاروا. انت اللي عملت فيهم كده. وانت لو مكاني كنت هتعمل كده؟ بابا خش. عشان خاطري انت ممكن ابوسك انا؟ كبرت ليلى ما شاء الله، هتبقى حرام يأذيها. انتشار ورجالتي ورجالتك مش هيضربوا بعض في المليان. يوسف يا ده اخر كلام عندك يا حمزه؟ انا نسيت الاغنيه. السطوح. يلا 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 يلا. اطلع انت قدامي. لما شاف الدم اتخض وقف في مكانه. الواد حمزه ولا بعمل؟ هيعملوا في الواد عصفوره ايه؟ Bring this pig and follow me. Charged by intention of murder. مش أنكر. The military governor is going to drop up. وخرج في خلال 30 دقيقة من. صح. بالله عليك كفاية اللي راح. مش هيخرج. سيبنا عز. مش هتخرج. أخرج أنا أخرج. مهما تعمل مش هتوقفني. تفهم ولا لا؟ Intentional murder. You found it. فموت هيوجعكم أكثر بكثير.
البت؟ البت دي غلبانة مالهاش ذنب خالص. You are this your sweetheart. I don't kill women. Get out of the way. Let's fight. Pretty fucking sneaky for an Egyptian, aren't you? Come on, man! Let's fucking go! Nothing! Just a fucking dog! Hey. No! I'm gonna finish you now! Come on! سلام يا خواجة. الشرطة قبل الملاحات. أمك صاحبتي. في وقت الحرب وتعريض ينفذ الحكم بالإعدام. رفعت الجلسة. مذنب ولا مش من عسكرية؟ انت اتمردت على ناس ما لهمش ان هم يدوك أوام. قلت باسم تاني خالص، كمال الرفاعي يا فندم. بس ايه؟ وشوارع تتكتب باسمك؟ لا يا فندم، ما انا عارف كل مشكلتنا. مشكلتك يا فندم. خلاص، مش بعد ما نحرقها. مع السلامة. We'll be right back.